والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نرد على الشبهات الذي أثارها هذا الرجل والذين تحدثوا من قبله في هذه الساحة، بالأمس تحدث برضو جبهجية واحدين تابعين لمنو، قال لمحمد مصطفى عبد القادر ولا شيطان راجل ما عارف، واليوم برضو دلجوا تحدثون قال تابعين لمنو، كلهم سجن في رمد واحد. قبل أنا أعلق ونرد، أول نرد على الحديث الذي يعني أتى به، أول قال إزار المؤمن نصف ساقيه. يا أخي الحديث ده نعم صحيح، لكن الحديث ده كان يعني الناس يطوفون يا جماعة بمكة، وإذا كان الإزار، إذا كان بالكلام عشان العام كده الناس تفهم، الإزار ده إذا كان يجور في الوطن الآخر حيفتح شنو حق أخوه، والحكاية حتكون شنو تكون يعني الزول بيكون ماشي عريان، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني تكون شنو لصف شنو ساقيه. وأتى بالحديث قال يعني شنو من جر ثوبه خيلاء، قال خيلاء ده منطوق الحديث مش، لكن في منطوق في مفهوم الحديث. طيب إذا كان زول جر ثوبه وما خيلاء هل هذا مذموم؟ ده مفهوم المنطوق. واحد يجيك لابس زي اسكرتي والبالوزة ما عارف فوقنا في الركبة، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لك كذا، قال لك يعني إذا كان من فوق يعني الأسفل الكعبين يعني شنو فلاسية يعني بمعنى الحديث مش كذي. طيب الزول ده قبل أتكلم هنا يتكلم عن الأولياء يتصرفوا في الكون وعن شنو ما عارف مصائب كثيرة يتكلم عنها. يا أخي أنا داري بقول لك حاجة، حتى ابن تيمية ده قال الأولياء يتصرفون في الكون، والقرآن بقول يا جماعة قال شنو وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا شنو بالعدل. مش أنا داير هنا شيخهم ده مزمي الفقيري التكفيري ده خليه يقوم هنا دي ويحكم لي بين شنو ما شايختنا وشيخهم ابن تيمية. ابن تيمية قال الأولياء يتصرفوا في الكون، المرجع بورقله، المرجع بورقله مش كده. طيب ابن تيمية قال أي بقوله، ابن تيمية قال الله بالنسبة يعني شنو بمعنى الحديث، الله على شنو شاب أمرد. بقول لك المجلد السابع بقوله في موجود، في موجود الكلام ده موجود، شيخ منه تلبيس الجهمية، أمس تلبيس الجهمية المجلد السابع صحيفة 290، افتح لو ما لقيت الكلام ده تعال هنا ده. بس أن دار نعرف مزمل ده اليوم يحكم لنا جماعة بين شيوخ السلفية وبين شيوخ الصوفية، هم بيقولوا الصوفية دول كفار. ليه كفار؟ لأنه بيقولوا الأولياء يتصرفون في الكون مش كذي. نفس العبارة دي ابن تيمية قال الأولياء يتصرفوا في الكون، وقال الله على شكل شاب أمرد في هذا الكتاب والصفحة التي ذكرتها. يا جماعة قالوا البوعي ده مشرك. ليه مشرك؟ قال مصر المؤمنة بأهل الله عشان كده مشرك. يا أخ مصر دي مؤمنة مش بأهل الله، الأمانة منه الله. يا أخ مالكم ما بتفهموا كده، فهمكم مالو قاصر عن المسائل دي. مصر دي مؤمنة، لكن من أمنها؟ أمنها الله بأهل الله، والباء موجودة باء السببية فبما نقضهم موجودة. يا أخي الناس والله يفهمون قاصر عن الدين، والله قاصر عن الدين. تعال نتكلم وفي نفس الكتاب تلبيس الجهمية ابن تيمية قال أي زول ما بؤمن بمعنى الحديث، يعني ما بؤمن بمعنى كلامه كلام ابن تيمية، ما بؤمن بالحديث يعني معناه اللي يقول الله على شاب أمرد فوق العرش قال هو زنديق. وأن داير يحكم لي بين ابن تيمية والشيوخ السلفية عشان ما يجي هنا يدلس ويقول وين ابن تيمية قال ذي كلامك ده.
معنى الكلام، معنى كلام ابن تيمية زي الكلام الذي قلته. خلي واحد يجي ناسي ويحكم لي بين شيوخ السلفية وشيوخ الصوفية. قال الغيب، قال هل الصالحين يعلمون الغيب؟ يا جماعة بفهم بسيط، ما جوطة وما كوراق وما مسائل، فهم بسيط. الغيب حق الله، لكن ما قال أنا ما منعلمه للأولياء والصالحين وللنبي، بس داير وهابي وحيد يقول لي أو يجيب لي دليل يقول لي ربنا قال ما منعلمه للأولياء والصالحين، دار الدليل حديث آية، وما هو على الغيب بضنين دبنه الخطاب ده، وما هو على الغيب بضنين دبنه ده الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي الغيب ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء لحد شنو قديم الزمان، إلى أن تقوم الساعة في أحد من الصحابة قال حدثنا بما كان وما لم يكون وما هو شنو إلى يوم القيامة. ده ما غيب في ذو البعرف فيكم هنا في ذو البعرف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم علم للصحابة، بس أنا أود أو أريد الإجابة على هذه المسائل. تعرف رسول عليه الصلاة والسلام قال من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ونحن ولله الحمد كنا سببا في تفريج هذه الكربات. هسي زول لك أما كروب كربة شديدة خلاص ويتفرجت عنه شكله، لكن احنا بنفيدك إن شاء الله تعالى، ولعله إن شاء الله الناس كلهم يستفيدوا. طيب قال قبل يوم ولا يومين جو محمد مصطفى ومجموعة وتابعين للأخوان المسلمين ولا لغيرهم، قال كذي وإنتوا برضو جيتوا وتابعين وما تم. محمد مصطفى ده طبعا احنا مختلفين معاه وفي موضوع عظيم أي مسلم بيختلف معاه فيه، اللي هو موضوع الصحابة والكلام الذكر حول الصحابة، الكلام الباطل والمسائل دي ناقشناه نقاش علمي في موضع وانتهى الموضوع، ونحن ما تابعين له، دي نقطة. وتابعين للصحابة وبينا لك الكلام ده من البداية، انت ما كان تمشي لقدام تقول انتوا أسي تابعين للصحابة ونحن عندنا رأي في منهجكم ده، انت ما كان تمشي لقدام في النقطة دي. بعد ذلك قال الإزار وجاب له كلام أنا ما سمعته من أبي بكر الصديق رضي الله عنه لآخر مسلم في الزمن ده، والله إلا من الزول لا. قال الإزار وكذي عشان الزول ما يبقى عريان، يا أخي النازل ما عندهم تكك، إنت قال ما في تكك، والله قال عشان الزول ما يتعتر ويمش عريان وكذي وإلى آخره. بعدين قال جر ثوبه قال خيلاء، ده منطوق الحديث وإنت الحديث ما ركزت فيه. قال طيب لو ما خيلاء بيكون حرام ولا ما حرام؟ بيكون حرام، بديك الأدلة، لكن الدليل ده ذاته ذكرناه ودركز فيه كويس. الدليل ده كما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإزار إلى أربعة أقسام، وأي واحد فينا الآن والناس البر والناس الجو الماجو داخلين في واحد من الأربع أقسام دي، أي واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، ده الجسم الأول. قال وهذه سنة مستحبة، لأنه قال إزرة المسلم إلى نصف الساق، ما ذكر وعيد للزول اللي بخالف نص الساق ابتداء، ولا جاب بصيغة الأمر المباشر، وإنما قال إزرة المسلم إلى نصف الساق، وده عند العلماء ده اسمه الأمر في صيغة الخبر. واحد.
ودي سنة. أي معلش ما الناس ما بيفهموا الباقين. اثنين قال ده الشيء الجائز اللي هو الإزار الجائز المباح، واللي هو منه الصساق تنزل إزارك للكعب، والكعب العظم الفوق، العظم الناتي الذي يربط بين القدم والساق، وده اسمه مباح. الدليل على الإباحة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب الوجوب. ليه من باب الوجوب؟ لأنه أنت مباح لك تنزل من نص الساق ليه قريب الكعب، لكن واجب عليك تنزل تحت الكعب. بديك الأدلة من الحديث ده بس براو، خلي باقي الحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إزرة المسلم إلى نصف الساق، ده القسم الأول السنة. القسم الثاني، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني من نص الساق للكعب ما في حرج ولا في جناح إنه يزارك شنو انزل ويطلع. دي نقطة، وده من باب الوجوب، مباح لك تنزل من نص الساق، لكن واجب عليك ما تنزل تحت الكعب. فهمت النقطة؟ ليه واجب؟ لأنه قال ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، معناه تحت الكعبين في حرج وفي شنو؟ في جناح. انت ما ركز، قال ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، معناه تحت الكعبين في شنو؟ في حرج وفي جناح. طيب ده القسم الثاني. القسم الثالث، ده الزول اللي بينزل تحت الكعبين وما خيلا، وده الجواب عليه المسألة اللي أثرتها، اللي بينزل تحت الكعبين وما خيلا ما متكبر، ده عليه ذنب وعيد ومن الكبائر. الدليل الحديث ذاته، قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ما ذكر خيلاء، قال لك بس مجرد نزلت إزارك وانت عارف، الجاهل اللي ما كان عارف ما عليه ذنب، لكن بعد عرفت الحديث أي. قال فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ما ذكر خيلاء. الخيلاء ده الجسم الرابع، وده أشد تحريما. قال ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. بعدين بيتكلم منطوق وإلى آخره، كأنه ذو الأصول. ودي من ناحية لغوية ذات الواو، دي الواو للمغايرة، يعني الحكم ده لما نيجي بعد واو ده حكمه بيختلف من الثاني، ومسألة ثانية، والثاني جات واو بيختلف من الثالث، وجات واو بيختلف من الرابع. يبقى دي أربعة أقسام. إزرة المسلم إلى نصف الساق واحد، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين اثنين، فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ده من غير تكبر قال لك بيودي النار، أهول بتكبر. ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه، كونه يقول عن الأول في النار والثاني لم ينظر الله إليه، العقوبة مش اختلفت؟ معناها في حكمين ما حكم واحد، ركز في النقطة. الحكمين شنو الحكمان؟ أن الذي يسبل من غير خيلاء في النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والبي خيلاء لم ينظر الله إليه. شكاية البي خيلاء جاء فيه وعيد شديد في الأحاديث في صحيح مسلم، ده حديث ثاني برضو من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسبل إزاره، يعني خيلاء، والمنان الذي ينفق منة، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه فوائد تأخذها استفيد منها كذا، اكتب والله اكتب لعلك تفقه. بعدين قال وصلتوا الركبة، أسفي زول لابس الركبة هنا يا أخي، البرمودة والركبة الزول لابس بشوف كيف ما بعرفه والله. قال الركبة وما الركبة، هي عورة الرجل من وين لحد وين؟ وش من الصرة للركبة؟ يا أخي أنا مش مغطيت العورة إن شاء الله، بس دار البسة كذي زي الإحرام في السودان ما فيه إحرام.
شاء الله بس كذي دار البسة واجي بس استعرض لك عضلات بس بيجاي الباسطة وبيجاي اللبن. انت زعلان مالك انت؟ انا انت يا اخي انا مش العورة من الصرة للركبة، انا هسي مش تحت الركبة تاني. انت زعلان ليه؟ شوف الزول زعلان ساي محروق ساقنا ده عاجبك ولا شنو؟ ولا هاي انت كذا خش معانا كورة شوف الحاصل. انت بتشرب سجارة مايتة الناس اللي عليه تبعك، تشرب سجارة حلقك تعبان وصدرك نفسك قايم. احنا ما في سجارة، نشوت الكورة ونلحقها شوتة ونجر نلحقها. تعرف شنو؟ موضوع طويل جدا. طيب قال مزمل التكفيري ياخذ كذبة من الأكاذيب كل مرة نرد عليها. والله أمي تجيب التكفيرين قول لهم أكثر زول بتكرهوه منه، بقول لك ذاته مزمن له بيكرهوه ذاته. وعمل أكبر محاضرة لا ناس عبد الحي عملوها لأنه أصلا تبع الشبكة، ولا ناس فلان ديلك بيجاي أنصار السنة ما عملوها، واحد من زعماؤهم اسمه عبد الحكم هو بين ذلك بين الزعيم والذنب. المهم قلت له يا أخ ما تعمل محاضرة؟ عملوا محاضرة في السرورية. قال ما دارين ظاهرون هم ظاهرين يمكن أكثر منهم، والله إلى الله المشتكى. ده عملوا محاضرة ده ذاته اللي بتقول تكفيري ده، عملوا محاضرة في الرد على التكفيريين في قاعة الصداقة سمة داعش، وردوا على داعش وردوا على التكفيريين، وما زال التكفيريون يطالبون بالمناظرات. والله عيانين ذاته غلبتهم الشغلة وينبذوه مرجي وإلى آخره. وده كلام طويل ونحن نحارب التكفيرين. زول ما تكفير يا أخو، كان تكفيري ما كان قام بيك من هنا دي، والله الذي لا إله غيره. كان طرف فيك كذي وزنك خدت فيك علامة زايد كذي طق، كان أسي قام بيك بي حاجة مصايب تقيلة حيرونا ذاته. والله يقولوا تكفيري. مشينا جامع بتاع حزبيين أدونا بونج، أدونا بونج عديل، واحد جاته في كتفه والدنار ده لقيته جنب الباب ماسك بطنه. يا ناس الحاسد شنو ذاته؟ وتقول لا تكفيرين، انا ما عارف تكفيري كيف، وانا طايب في الناس ونضحك مع الناس ونتونس مع الناس بتاع الركشة نضحك وبتاع الهايس نضحك ونتونس مع ذيل، معقول نكون تكفيرين؟ والشاب بيصفة نسلم عليه ده تكفيري بيعمل كذي، وتكفيري ده ابو ديقن بكفره. لكن كلكم مرجى ورضيتوا بالحكومة الطاغوتية دي يا كفار، اوكي كفر. وده ما عارف التكفير ذاته، تكفيرين ناسك يا زول. انت ما بترى الصلاة ورانا ذاته، الصوفي ما بصلي ورانا عديل كذي، لك ديل مجسمة وليس من أهل السنة وليس من أهل الإسلام ذاته. والله الذي لا إله كل كذب ولف دوران ما مجسمة مثلا. طيب قال ابن تيمية والأولياء بتصرفوا في الكون والله في صورة شاب، والكلام ده كل مرة الناس بترد عليه وكل مرة بلوكوه، ودي من الأكاذيب ومن اللف والدوران. قال في صورة شاب ودي عقيدته وأمرض وكذي. وابن تيمية بيّن المسألة دي قال دي رؤيا منام، رؤيا منام، ورؤيا المنام غير الرؤيا بتاعت الحقيقة. وأقرأ القرآن، يوسف عليه السلام قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، مش قال كذي؟ بعدين في نهاية السورة في النهايات موسى ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل شنو؟ رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قبل شاف أخوانه في صورة شنو؟ كواكب. وهل أخوانه كواكب؟ ما كواكب، دي رؤيا منام. في نفس السورة في سورة يوسف الملك قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. دي رؤيا في نهاية 7 بقرات سمان طلع عن سنين، وهل البقرة سنة؟ لكن دي رؤيا منام. فكون رؤيا منام إنه رأى الله في صورة شاب أمرد، وده حديث أورده وهو الحديث ده عنده صحيح عشان كذا أورده وجاء فيه روايات. بعد ذاك أول الحديث لأنه ابن تيمية عقيدته الله ما في صورة شاب عشان كذا أول الحديث قال رأيت رؤيا منام ما رؤيا حقيقة.
قال ورؤيا المنام غير رؤيا شنو الحقيقة. ده الموضوع كله ده دار لف ودوران، لكن زولك انت بقول الله إبليس عديل جل في منام في غيرك ما تستحضر، نحن فرجنا كربتك ما تسخن. طيب قال انت جبت كتاب هنا انت ما من راسك، راس ليه راس نشوف الراس كبير منه، انت جبت كتاب هنا شوف البليد ده عليك الله، الله يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. طيب قال الصوفية والسلفية، قال الشيوخ بيتصرفوا في الكون، البلاوي اللي قالوها شيوخك دي لا ابن تيمية بقولها لا ابن القيم بقولها لا مشايخنا بقولوها، ولو قالوها بنلحقهم بيك طوالي بنردمهم زيك طوالي. وانا بديك الكلام، مش قلت نفتح كتب نفتح لك الكتب بتاعتك، ده كتاب قال بيتصرفوا في الكون، قال انتوا مشايخ السلفية والصوفية ليه تتكلموا في الصوفية بس؟ ابن تيمية ما قال زي كلام الصوفية، قال زي ده انت بتلعب علينا. طيب صفحة 64 63 64 65، الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جاي سائل لابس بنطلون كباية ولا غيره ما بعرف ولا كوز والله أعلم، المهم جاء بعدين جاي كورك ويقول لنا جيبوا كتاب، انت ما جبت تكلمت من راسك، انا بتكلم من راسي، تكلم من كتاب بطلع لك كتاب، لو انت هاجمتنا من راسك ونحن جينا ردينا الهجوم ده من راسنا، واس جينا نهاجمك من كتابك بعد تعرض علينا من كتابك، والله الذي لا اله الا، ولا كيف يا جماعه؟ ما الله قال وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، انت قال راسنا قرعوبه انت تكلمت من راسك، ونجر ساي حديث ما حافظه في معنى الحديث، نحن بنجيب لك نص الحديث ومعنى الحديث تاني في شنو، وانت فاضي من الفتمتوم حمتنا النوم والرز مردوم وانا ما قادر اقوم الليلة ما تقوم خليك قبلك هنا. طيب والله ما، وبعدين شغالين مدايح ذات تحير، دخل بلام طلع كيكي ما هو الفجلو ما هو البامبي يا هو الحمسي عنده حصانة ما بتفتش كهربته العالية بتحرق تش ليلة حرقك تش تحت هنا. طيب قال صفحة 63 ل 65، قال ده إسماعيل محمد سعيد البغدادي القادر، شوف ابن تيمية قال كلام زي ده، قال بيحكي عن شيخه بعد الأذان، بعد الأذان إن شاء الله مواصلة في الرد. قال شيوخ السلفية وشيوخ الصوفية بيتكلم عن مسألة التصريف في الكون إلى آخره، وبرد على ابن تيمية قال بعدين أنا دار أدي فائدة قبل ما نواصل في الكلام، في بعض الناس بيسمع كلامنا ده إما مباشر أو غير مباشر، في بعض الناس بيتأثر يقول يا كلامكم خشن والزول يا أخ ما تدو كلام بالراحة والزول ما ترغبوا وما تبقوا ناس بتاع إحراج وناس وناس إلى آخره، نحن الشدة دي بنديها لأهلها، عينة زي دي زول بيشوف لبسك زي الاسكيرت بيشوف حاجة زي دي وده سنة وده دين، عينة زي دي انت بعدين بتشيد عليه، وبعد وفي ناس بتتلطف فيهم، ودي الحكمة شكاية رب العزة والجلال قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، من الحكمة استخدام الشدة في موضع الشدة واستخدام اللين في موضع اللين واللطف في موضع اللطف، وفي ناس بتجادلهم بالتي هي أحسن وناس بتجادلهم بالتي هي أخشن بيستحقوا كذي، فديتا أفهمها هاسي في شباب بيجوا بخشوا سمعوا لهم كم كطبة كذي بعدين بيجوا بقولوها، لكن الزول بحيث انه الزول اللي بيقول الكلام ده الشاب الدخل ده بحيث انه زول طيب ودار لحق وسمع بعض الشبهات، فده بنرد عليه بكل لطف وبكل كلام طيب وظريف جدا، لكن الزول بيجي عامل فيها فلان وعلان ويجي يستهتر بيك وبالدين وداري لخبط الكيمان اللم شيوخ السلفية على شيوخ الصوفية شنو، ده زول بيقول ملكت بلاد الله شرقا ومغربا
تقول ليه تصرف في الكون؟ وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل لحظة وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجي لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. زول بيقول ده سعيد البغدادي ده بتاع القادرية ده صوفية قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. ذكر 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 في النهاية قال شنو؟ قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا. شوف ده بتساويه بالسلفيين. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. جحيم قال كان مر رسول عليه الصلاة والسلام أي بالعهد سابقا أي كان أبواب الجحيم دي ذاته قفلته بعظمتي. والله الجحيم قال كان بيقفل الأبواب. تقول لي بهائية يا أخ صوفية يا أخ ما بتضيع زمننا يا أخ. وفي بهائية في البلد دي يا أخ مش ورع عمك ده يا أخ وأنا دي الحاصل شنو؟ طيب الله يدينا ويديهم بهائية بتاع شنو يا أخي؟ أنا معاننا صوفية هنا دي وناس مرضانين وناس عيانين الله يشفيهم. طيب قال أنا مريدي تمسك بي. في سلف بيقول كذي كان كشفناه لو قال كذي وده ما سلف ذاته اللي بيقول كذي. مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. الله قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. ومشى مشى 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 في النهاية قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. يا ناس وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. عرفتوا حقيقته ولا ما عرفتوها؟ ده زول مجرم وده بتاع اللخبطة ده التساويون. يا الصوفي بقول بتاع الختمية قال في النور البراق هناك فيوض البحور المتلاطمة قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قال أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. بتاع الختمية قال في موضع تاني قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. ده اللي بتساويهم بالسلفيين. ده الصوفي بيقول في كتاب الطبقات لمحمد وضيف الله صفحة 116 قال الشيخ إدريس طبقات الأولياء على ثلاثة أقسام صغرى ووسطى وكبرى. فالصغرى أن يطيروا في الهواء. في سلفي بيقول كذي انت شفت لك واحد فينا طائر لما يجيب الركشات يا أخي بتعرف الركشة ولا شنو؟ أن يطيروا في الهواء ويمشوا على وجه الماء وينطق بالمغيبات. ده أصغر صوفي برلوم
بيطير فوق وبينزل تحت بيمش بالموية وبينطق بالمغيبات. قال الوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون. في سلف يقول كلام زي ده. قال الكبرى القطبانية وقال الشيخ بلل، ده اسمه بلل، ده بالله بيك محل ما بتعرف الحاسب، ده اسمه بلل. بتعرف بلل وين الولد الجبل؟ تعرف بلل؟ بعدين شوف شوف لنا بلل ده حاصل على شنو. قال الشيخ بلل ولد الشيب ابن الطالب ولا ولد الطالب. قال واعلم ان اسم ابوي دفع الله هو اسم الله الاعظم والله الذي رفع السماء. صفحة 116 في سلف بيقول كلام زي ده. الصوفي البرعي بعدين قال مصر المؤمنة بأهل الله الباء سببية، وقال معناه أمن الله. وإلى وإنتك تعرف أمن الله بأهل الله جايبون ليه؟ قال بسبب، يعني بسبب أهل الله. أها قال أوتاد الأرض في الجبل الأربعة، دي حلها كيف؟ دي حلها كيف؟ دل قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا، دي حلها كيف؟ والقال الكون أعلاه وأسفله في طي قبضتنا، دي حلها كيف؟ والبيقول لشيكم فيكون، ده حلو كيف؟ تقدر تخبط على الكيمان. الله قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. البيان من البلد الله والبيان من الناس الله سبحانه وتعالى. طيب ومصر المؤمنة جاء فيها الشعراني ده، انت ما عارف الشعراني قبل قرينا لك منه. طيب قام يتحدى الجنة ده، يتحدى قال جيبوا لي آية الله قال ما بعلم الأولياء والأنبياء الغيب. هنا احنا ما قلنا الله ما بعلم الأنبياء الغيب، كيف نقول كذا والله يقول في القرآن عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من شنو؟ من رسول. الرسل عن طريق الوحي بيجيون الغيب عن طريق الوحي، لكن براهم ما بيعلموا الغيب. الدليل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. والرسول ذاته صلى الله عليه وسلم الله قال له في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هرأيك شنو؟ براون الرسل ما بيعلموا الغيب، لكن بالوحي بيجيهم شيء من الغيب. أفهم النقطة؟ دي نقطة. لكن براون ما بيعلموا الغيب، والأولياء ما بيعلموا الغيب أصلا. قال جيبوا لي آية الله قال ما بعلموا قال جيبوا لي آية الله قال ما بعلموا الغيب. لو جبنا لك بتخلي الشغلة دي بتخش معانا في السرج بتخليها؟ هسي بنجيب لك الآية الله قال عديل ما بيطلعون على الغيب. ها رأيك شنو؟ الأب قال ما بيطلعون على الغيب. تخش معانا في الدرب ده، لو بتخش انت فيك خير، ولو ما بتخش معناه انت معاني تاي. تقول جيبوا لي آية يجيبوها لك تاني تصرخ. قال الله تعالى في سورة آل عمران، أقرأ القرآن، قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ها رأيك شنو؟ ما واضحة؟ دار شرح الآية دي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذه مش كلام واضح جدا؟ لا نزولك بيقول لك قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، بعد شوية يقول لك منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده ما باطل، مخالف للشريعة. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بعد ذلك قال شنو؟ قال وما هو على الغيب بضنين. يا أخي ما واضحة. ضنين يعني بخيل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيبخل على المسلمين يبلغنا الخير ويبلغنا الغيب الله حليه يبلغهم به. ما بلغنا قال لنا في جنة، نحن شفناه دي ما غيب، قال في جنة، قال في نار، قال في مسيح دجال بيجي في آخر الزمان،
بخل علينا ولا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مش بين لنا شكاي قال لك وما هو على الغيب بضنين، النصوص ما فاهم الحاصل عليك شنو. وقال الرسول الصحابي قال حدثنا بما كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. ما الرسول بيجي وحي واصل الحديث ده. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل خطبة من الصبح للظهر، نزل صلى الظهر، تاني طلع المنبر للعصر، تاني نزل صلى العصر، تاني طلع المنبر للمغرب، نزل صلى المغرب، تاني طلع صلى يتكلم وخطب المسلمين للعشاء صلى الله عليه وسلم. بعد العشاء بعد ذاك شنو؟ انتهت الخطبة. الصحابي قال فكان أعلمنا يومئذ أحفظنا، فأي شيء ذكروا لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لكن ده عن طريق شنو؟ الوحي. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من غير وحي في حاجات جنبه ما بعرفها من غير وحي. وأنا أديك الدليل. قال تعالى في القرآن وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. لا تعلمهم دي لمنه؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وقال تعالى في سورة الأعراف ديك الجبال، في سورة الأنعام الجبال الأولى الثانية دي الأولى، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلى آخره. فنفتح فرصة للحوار والنقاش إن شاء الله. الزول البيجي يا بتاع لخبطة ده بنجيه إن شاء الله، والبيجي زول فيه خير دار الخير برضو إن شاء الله بيلقى مراده إن شاء الله. تفضل تفضل. لا ما شغلة ما رجالة، ما اديناك فرصتك.